هل يجوز أن أصلي صلاة الجنازة قاعدا بدون وضوء؟ لا، صلاة الجنازة ما تصح إلا بوضوء. إن قدرت على الوضوء عندك ماء وتقدر على استعماله، أو التيمم إذا لم يكن عندك ماء، أو عندك ماء ولا تقدر على استعماله، مثل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأنها صلاة. يعني صلاة الجنازة صلاة، والصلاة اشترط لها الطهارة. تدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يدخل فيها صلاة الجنازة لأنها صلاة، فلا بد من الطهارة لها، يشترط لها الطهارة بالماء أو التراب عند عدم الماء. نعم. امرأة ذهبت للعزاء فجمعت النساء، ويشترط فيها القيام أيضا، ركن من أركانها القيام للقادر، أما العاجز فيجلس. نعم.